يا أفريقيا هبرات يا مريض كوبا إلي يا ميسات تفونج دوتش أديس أبوا مقبات جمروال يا وجهو دايمنستر دايتا أمباسادر برتوكان أيانو بسلاسة سبعة تنياو يا أفريقيا هبرات كوبا إلي عندهم أربعة تنياو يا أفريقيا هبرات يسراس فز أمي مكربيت سب سبالي يا ميسات تفو مريض كل لما قبل بتدرجوا زكجت سريع ما برأي ستوال بزهم بأفريقيا هبرات كوبا إلي يا ميسات تفو مريض كل بس كيت لما استناجد كسلاسة مسبلي تقاماتن بسات تفملكو أسفل لجوز زكجت تدرجو تتناقل لوالوت باهونو وقتم كوبايو لا يميساتفو انغدوچ اديس ابوا مغبات مجمراچون تناغراوال كقطايو ربو جمرو يا افريكا يا وچي گوداي منستروچ ويييت يميادرگوبات مراها گبر اندمينورم ابرارتوال بسلامنا زتتا اكالات بكولم كوبايو يالمنم انكن انديكاهيد قدما زگجت مادرگاچون تقمو هوتيلوچ ليو ليو اگلگلوت ساچوچم بقي زگجت ادرگوال بلوال يا كوبايو تساتافيوچ كسبسباو گون لگون تللق پروجكتوچن يميگوبنيوبات مراها گبر اندمينورم تاكسوال يهم أديس أبابا يا دبلوماسي ما أكل النتوان يبلت أي معقولات فايداو كف على مهونم تناقروال. ميجوبينيو بركة تابو تاو تشالون واسن. جاكا بروجكت تالن يا شجر كتر عندنا برا هون كترولت على قال ليجوبيني ميتشلناو أدواء تجومي تو يا مالك إنه براسو كتمانو براسو تاريخ إنه كتركو يا مالك تاريخ استوال يا ميجوبينيو أديس أبابا براسو وبهنا لشي يا ميجوبينيو كابو تشالو. የቀድሞ ቤተ መንግስት ደሞ ታድሶ እንዲሁ ዝግጁ ሆኗል ይሄም ለንግዶች ክፍት የሚሆንበት ወቅት ነው እዚህ በርካታ አዳዲስ ነገሮችን እንግዶቻችንን አይተው የሚሄዱበት ዝግጅት ተዘጋጅተን ጨርሰናል ከዚህ አኳያ የአድዋ ድል መታሰቢያ መገንባቱ አፍሪካውያን ለነጻነት የከፈሉትን መስዋዕትነት ለማሳየት ሚናው የጎላ ነው ብለዋል የአድዋ ሙዚየም የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በመልክቱም ሲተላለፍ እንደነበረው የመላው አፍሪካውያን የነጻነት ተምሳሌት ነው ስለዚህ የሁሉም አፍሪካ እዛ ውስጥ የታገሉ ጀግኖች ምስል የተለያዩ ቁሳቁሶች ታሪኩ እዛ ውስጥ ቢከተብም የአፍሪካውያንም ታሪክ ነው እዛ ውስጥ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ያ በሚጎበኝ ጊዜ ሌሎች ሀገራትም እዛ ውስጥ ራሳቸውን የሚያዩበት የትግል ሂደቱን የሚያዩበት ተምሳሌት ነው በራሱና ሷዳ የኢትዮጵያውያን ብቻ አይደለም የአፍሪካ የመላው አፍሪካውያን የመላው ጥቁር ህዝቦች ነው ከአፍሪካም ተሻግሮ የሚሄድ ነውና ስለዚህ እዛ ውስጥ ያንን ሙዚየም ሲጎበኙ ራሳቸውን እዛ ውስጥ የሚያዩበት ሁኔታ የሚፈጠር ጉብኝት ነው የሚያደርጉት ማለት ነው የካቲት 6 እና 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት 44ኛው የአፍሪካ ህብረት የሥራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባ እንዲሁም የካቲት 9 እና 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንደሚካሄድ የወጣው መርሃ ግብር ያሳያል ለ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን አፍሪካዊ ማስተማር የማይበገሩ የትምህርት ሥርዓቶች በመገንባት በአፍሪካ ሁሉን አቀፍ የህይወት ዘመን ጥራትና አግባብነት ያለው የትምህርት ተደራሽነትን ማስፋት ከ ሰብሰባው አጀንዳዎች መካከለ ይገኙበታል ሰላምና ደህንነት ንግድና ትስስር ተቋማዊ ማሻሻያዎች ትምህርት ግብርናና የአየር ንብረት ለውጥ ሰብአዊ መብቶች ሥርዓተ ጾታና ወጣቶችን ማብቃትም እንዲሁ የውይይቱ የትኩረት ነጥቦች መሆናቸው ተመላክቷል